جازف الاتحاديون لحنا ما زالوا ومستمرين على عشقه مع العندليب صالح القرني في المدرجات. أحبتي الكرام، دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجولة العاشرة، إنها قمة لكنها في المؤخرة، والبحث عن الخروج من نفق مظلم. خالد العطوي المدرب الوطني للاتفاق يريد أن يقول كلمته في هذا المساء. تينكات الهولندي يريد أن يخرج من مأزق 9 نقاط فقط تحصل عليها الاتحاد مع غيابات مؤثرة في هذا المساء. متابع رياضية السعودية في كل مكان، الجولة العاشرة في دوري الأمير محمد بن سلمان، وبعد فترة من التوقف لخوض منتخبنا الوطني مبارياته استعدادا لتوصيات تصفيات كأس العالم. خالد العطوي، الأنظار كلها مع هذا الوطني الوحيد في الدوري السعودي للاتفاق، بينما هذا الرجل العجوز صاحب 64 سنة، صاحب التجربة في الخليج العربي، في الإمارات العربية المتحدة وفي قطر، هذه السنة سيكون مع الاتحاد بديلا لسييرا الذي غادر وأتى بعده الوطني محمد العبدلي. غرفة الفار بالانتظار، اللقاء رقم 19 في دوري المحترفين للفريقين، وفيليب كيش وسعد خيري وسط الملعب، علي هزازي وصافرة الكرواتي إيفان بيبيك، علي هزازي وابراهيم محنشي. تمريرة كريم، يلعب الكرة على اليسار، خطيرة حمدان على اليسار، عرضية لكنها بعيدة. عبد العزيز البيشي، طارق عبد الله لكنها بالخطأ، سريع على الأمام، خطيرة للاتفاق، تقدم روجيريو، خطيرة. روجيريو لعب الكرة جميلة وحرك المدرج الاتفاقي، تحركوا النواخذة مع كرة روجيريو، أخطر كرة حتى هذه اللحظة. شوف روجيريو خطف الكرة وتقدم، راح خذ خطوات وبالتالي سدد الكرة. اصطد فيورنتين اللعبة من أسامة، روجيريو يتقدم من الأول، سدد الكرة، اصطدت إلى خارج أرضية الملعب. ورناندو كارا يلعب كرة بالخلف مرة ثانية لأسامة، محاولة تسديدة ضعيفة وصلت إلى يد فواز القرني. من اللاعبين والحكم إيفان بيبيك، الحكم الكرواتي يقول لا شيء للأمام، والله الله على فواز القرني، الله على قراءة الكرة. هيدريك كامبيري يلعب الكرة للأمام طويلة، لوكارا سليمان مر موه تقدم لكن ما عنده حد بالمجهود الفردي مر من الأول. الله حكم المباراة لا شيء. الموسم الماضي في الذهاب انتهت 1-0 على هذا الملعب، سجل الغائب عن هذا اللقاء هذه الكرة الأخيرة اللي مع منصور الحربي وسط المطالبة الأخيرة. شوف هذا التدخل مع اللاعب السنغالي، يحاول فيتشو يغير الاتجاه، لاعب امكانياته كبيره ايميليانو، يلعب الكره على اليسار، العرضيه طالع من مرمى حارس المرمى، عرضيه من منصور الحربي لكن خطا، فواز يحاول في العمق، ما مر، محاوله للامام، رومارينو محاوله شالها، الحارس الكبير رايس مبولحي لليسار، اسامه يلعب الكره الطويله العاليه، طالع فواز القرني منه، لعبة عالية بالراس تخلصت من المدافع، محاولة تسديدة جميلة منصور الحربي لكن في المكان اللي كان واقف فيه حارس المرمى. 9 انتصارات للاتحاد، والاتفاق فاز في 4 مباريات والتعادل حضر ما بين الفريقين في 5 مباريات. 29 جاب سجلهم الاتحاد والاتفاق سجل. هذا خالد العطوي، لعبة بالراس عالية لكن عدت من حمدان الشمراني. هذه الأرقام خلاص، إيفان بيبيك أعلن الصافرة، نهاية شوط المباراة الأول، أن يتغير ويتبدل الحال في شوط المباراة الثاني، وأن نستمتع بمباراة فريقين عودونا دائما على المتعة والإثارة. هذه أسماء غادرت من الدوري في 9 جولات فقط، وطريس يهرب يتقدم للأمام، فواز طالع من مرمى وتقدم فواز أمام فواز وعدت الكرة إلى خارج أرضية الملعب. طريس رجعت مرة ثانية، محاولة من العمري،
يلعب كرة للأمام، تغطية داكوستا، محاولة جميلة جميلة فكرتها من سليمان دوكارا، لكن عدت إلى خارج أرضية الملعب. الهولندي تينكات اللي حقق مع بودابست البطولات في هنغاريا واللي حقق مع أياكس سحب الكرة للأمام. حمدان تمريرة، إيميليانو عرضها، تسديدة، نعم نعم نعم، عبد الإله المالكي، الاتحاد العنيد، الاتحاد الجديد مع الهولندي في أول مباراة في الدوري تينكات. نعم الاتحاد يسجل أول أهداف المباراة، هدف اتحادي، هدف للنجم خط الوسط عبد الإله المالكي، جملة اتحادية رائعة مميزة من اليسار، واحدة ثنتين ثلاثة، حركت كل الجماهير الاتحادية، جول الاتحاد، ظهر العميد، ظهر النمر الاتحادي بكل الكبرياء، سجل أول أهداف المباراة. نعم حرك المدرجات الهادئة، حرك كل المدرجات، خرجت النمور عاليا لترفرف بكرة جميلة، هذه واحدة، وهذه حمدان، وهذا إيميليانو المفكر، وهذا عبد الإله، ما يبي لها تفكير يا عبد الإله، قوية لعبها على يمين حارس المرمى رايس مبولحي، لا يمكن، شوف يا ولد، هذا هو المفكر، المفكر الجديد في الاتحاد إيميليانو فيتشو، يقول أنا ماني شايف. بطاقة صفراء، سليم فيليب كيش، يعني هو صمام الأمان الحقيقة في خط الدفاع في الاتفاق، يلعب كرة للأمام، اتفاقية على اليمين، محاولة العرضية، مرور أول، مرور أول، محاولة داخل منطقة الجزاء، جول 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 اتفاقي، نعم بنيران صديقة، الاتفاق يصادق على جول التعادل، فواز طريس بمهارته بسرعته، الكوماندوز يعود سريعا 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 بعد كرة فواز طريس، لكن قدم الصحفي تسجلت بالخطأ في المرمى، في المرمى فواز طريس عمل مراوغة أكثر من رائعة، أفرح الجماهير الكوماندوز، أفرح يا جماهير، تنفس خالد العطوي، الجماهير التي كانت تحضر ذكريات الاتفاق، شوف خالد، شوف شوف فواز طريس، شوف فواز ومهارته، مر من مروان، مر من الثاني، عدى وزياد الصحفي، هو من سجل، هو من سجل بالخطأ، هذه عرضية يا مهارتك يا فواز، يا مهارتك يا فواز، وزياد الصحفي بالخطأ في مرماه، بالخطأ في مرماه، سجل جول التعادل، واحد الاتفاق، واحد الاتحاد، واحد الاتحاد، واحد يا ولد يا ولد، هذه كرة الجول لوحدها من فواز، وكرة للأمام، لعب كرة، محاولة، شوف المزعج، شوف المزعج، هنا فواز لبس كرة، محاولة محاولة، لكن روجيريو تأخر في الكرة، على اليسار يتقدم هزاع في الاستلام، يلعب الكرة لسليمان، دوكارا يتقدم هناك على اليمين، طلب الكرة هزازي، محاولة لعبة للأمام، روجيريو على اليسار، خطيرة للاتفاق، خطيرة للاتفاق، يلعب الكرة العالية، الله 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 يا كوماندوز، الله يا اتفاق، ويا لروعة فواز، ويا لروعة فواز، يقف على 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 مستوى عالي من الثقة الكاملة، شوف شوف يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، شوف شوف فواز، شوف فواز يعمل كل شيء على رأس هزازي، ضغط عليه المالكي، خذوا هات، رومارينيو يلعب كرة، سليمان يلعب الكرة الطويلة، شوف المساحة، شوف المساحة، شوف المساحة، يروح فواز، يروح فواز، وحكم المباراة فواز، فواز الطريس عمل شغل كبير وأتعب مدافع فريق الاتحاد، متعب، مزعج، سريع، مهاري، شوف شوف شوف، ما له حل، ما له حل، هذا هو الحل، هذا الحل مع منصور الحربي. الأستاذ خالد دبل رئيس نادي الاتفاق، خلاص، وعلى فكرة يعني البطاقة الثانية، شوف شوف شوف، نعم نعم، عند بطاقة صفراء، فقط فقط نقولها أن البطاقة الصفراء لا يمكن الرجوع إلى تقنية الفار حتى لو أخطأ حكم المباراة،
المحافظة على هذه الدقائق، يلعب الكرة للأمام، محاولة هارون، لكن يتقدم حارس المرمى، تقدم بكرة، تمريرة، نقلة جميلة اتحادية على غرار الجول الأول. يا ولد يا ولد يا ولد، الاتحاد يعلنها صريحة، عائدون وبقوة، ومن ملعب الدمام سنعود في هذا المساء. اتحدوا واتفقوا على كلمة واحدة يا تينكات، إننا عائدون. عاد الاتحاد وسجل الجول الثاني، عاد بكبرياء ب11 لاعب وبهذا الرقم 12 الكبير جدا أمام الجماهير الاتحادية بنفس الطريقة. عندما يسجل الاتحاد لا يسجل إلا هدف مرسوم، إلا هدف مرسوم على طريقة الجول الأول. لا تقولوا لي مصادفة، مرة ومرتين ثلاثة عمل في التدريبات، وبالنيران الصديقة وبالنيران الصديقة لعب حمدان وسجلها سيدريك في مرمى، كما فعل الصحفي عمل سبق صحفي آخر وسجل سيدريك في مرمى. ويا لفرحة الجماهير الاتحادية، 2 الاتحاد. العبود، استلام بالصدر، محاولة اتحادية على الأرض، رومارينو من الأول، التغطية الدفاعية. 11,000 217 عدد الحضور. استلام، دوران، حاول يراوغ، حاول يمر، مر الكرة رومارينو، محاولة خذهات خطيرة للاتحاد، عرضية للاتحاد، لكن عدت على اليسار. هزازي يلعب كرة للأمام، نعيم يتقدم، نعيم يلعب الكرة في الأمام، خطيرة عرضية، عرضية من التونسي إلى التونسي، لكنها وصلت إلى يد فواز القرني، فتح لنفسه مساحة، لعب الكرة في لنويفة، مرة ثانية لهارون على اليسار، لمسة رومارينيو، تسديدة، لكن محاولة من محنشي لاعب خط الوسط، يتقدم إلى روجيريو، ضغطوا على روجيريو، لازال محاولة أمام المرمى، خطيرة للاتفاق، لازال الاتفاق يحاول يلعب الكرة واصطدت إلى خارج أرضية الملعب. الدقائق الأخيرة وأسامة يتحدث، والحكم يأخذ الآن الأحاديث على أن هناك شك، على أن هناك ركلة جزاء، لكن الكرواتي إيفان بيبك يأمر باستمرار اللعبة، اللعبة الطويلة وعالية بالرأس. هذا مشاهدين الكرام، محبين في كل مكان، أعلن الحكم الكرواتي نهاية هذا اللقاء بفوز الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد.